بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 1 من كتاب جاينتس اللي هي العمالقة، ونبدأ بالجزء الخاص بالفوكاب للعام الدراسي 2021-2022. ولكن كلنا دايما البداية مع الدعاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للكلمات معنا ناخد ريفيجن سريع عليها عشان نحل الأسئلة عليها. piracy، piracy اللي هي القرصنة، جاء من كلمة pirate يعني قرصان، piracy اللي هي القرصنة، سرقة أدبية piracy، cheat، cheat يعني غشاش أو غش أو يغش كفعل أو اسم cheat، exaggeration، exaggeration اللي هو تطرف أو مبالغة exaggeration، tabloid، tabloid صحيفة شعبية صغيرة tabloid، tabloid، tabloid صحيفة شعبية صغيرة، broadsheet، broadsheet يعني صحيفة كبيرة broadsheet، bias، bias يعني bias يعني تحامل أو انحياز bias، omission، omission يعني إهمال أو تجاوز أو تقصير omission، announce، announce يعلن أو يصرح أو يذيع announce، mislead، mislead طبعا lead يعني يقول، عكسها mislead يعني يضلل أو يخدع inaccurate، inaccurate يعني غير دقيق inaccurate، inaccurate يعني غير دقيق، طبعا الأبسط منها accurate، accurate يعني دقيق، عكسها inaccurate يعني غير دقيق، casualty، casualty يعني إصابات أو خسائر أو ضحايا، casualty، casualty إصابات أو خسائر أو ضحايا، claim، claim يعني يدعي أو يطلب أو ادعائي الاسم فعل، claim، demand، demand يعني يطلب أو طلب، demand، demand يعني يطلب أو طلب، demand. compensate، compensate يعني يعوض أو يكافئ compensate. عندنا هنا whistle، whilst، whilst يعني بينما، whilst، whilst يعني بينما، طبعا هنا whilst اللي هو بينما بتساوي بالضبط كلمة while، بتساوي في المعنى while. factual، factual يعني حقيقي factual، constant، constant يعني ثابت أو مستمر، بتساوي كلمة continuous، طبعا هنا constant، balanced، balanced يعني متوازن كأدجكتيف صفة، spoil، spoil يعني يفسد أو يدلل، spoil، strict، strict يعني صارم أو حازم، grumpy، grumpy يعني نكد أو كئيب أو متأفق، grumpy، grumpy يعني نكد، trainee، trainee يعني متدرب، trainee، crime، crime يعني جريمة، criminal، criminal يعني مجرم، nervous، نس، nervous، نس يعني عصبية، journalism، journalism يعني صحافة، journalism، copyrights، copyrights يعني حقوق الملكية، copyrights، convict يعني مدان أو يدين، convict، convict مدان أو يدين، convict، violate، violate جاء من violence اللي هو العنف، violate يعني يخترق أو ينتهك، court، court يعني محكمة، author، author يعني مؤلف، media، media يعني الإعلام، social media، social media التواصل الاجتماعي، serious، serious يعني جاد أو خطير، book seller، book seller يعني بائع الكتب، book seller، review، review يعني نقد أو مراجعة أو يراجع، review، lecture، lecture يعني محاضرة، lecture، editor، editor اللي هو محرر أو رئيس تحرير، editor، incident، incident يعني حادث أو مشكلة، incident، practical، practical يعني عملي، fancy، fancy يعني يمول أو متمول، fancy، financially، financially يعني ماديا، financially، ethical، ethical يعني أخلاقي، بتساوي كلمة moral، moral أو ethical أخلاقي، imagine، imagine يتخيل أو يتصور، imagine، extreme، extreme يعني شديد أو متطرف، state، state يعني دولة أو حالة، excitement، excitement يعني إثارة، excitement، headline، headline يعني عنوان رئيسي، headline، highlight، highlight يعني يبرز أو يسلط الضوء، highlight،
illegal illegal يعني غير شرعي. illegal rain rain يعني يضمر كفعل، أو حطام rain أو بقايا أو آثار rain. apprenticeship apprenticeship يعني فترة التدريب في المهنة، جاء من كلمة apprentice يعني صبي. apprenticeship اللي هي فترة التدريب في المهنة. occur يعني يحدث، يحدث بيساوي take place. شق يعني صدمة أو يصدم. شقد يعني مصدوم كصفة. bravely يعني باختصار. bravely. pluck يعني يسد أو يحجب. pirated digital copy. pirated digital copy طبعا نسخة رقمية مسروقة. pirated pirated digital copy. pirated digital copy يعني نسخة رقمية مسروقة. wait with pated please. wait wait by waited with bated breath يعني ينتظر بلهفة شديدة. wait with bated breath. wait with طبعا the expression يتحفظ. wait with bated breath. waited with bated breath يعني ينتظر بلهفة. هنا عندنا convict قلنا مدان أو يدين. violate يخترق. court محكمة. court أو ملعب كرة التنس برضو اسمه court. court محكمة أو ملعب كرة التنس. author يعني مؤلف. authorities يعني السلطات. report report يعني تقرير. report مراسل صحفي. reporter. impact author أو تأثير. impact publisher اللي هو الناشر. publisher publication publication اللي هي نشر. publication support يعني يدعم أو يساند. interview يعني يقابل أو مقابلة. interview mention يعني يذكر. mention imagine يعني يتخيل. imagine يتخيل. extreme يعني شديد أو متطرف. extreme state يعني حالة دولة أو يصرح. state معناها حالة أو معناها دولة أو معناها يصرح. excitement يعني إثارة. excitement. deathly جاء من كلمة death اللي هو الموت. deathly يعني ميت. oppose يعني يعارض. oppose. secret يعني سر أو سري. investigate يعني يحقق أو يتحرى. investigate جاء منها investigator اللي هو المحقق. emotional يعني عاطفي. quote يعني اقتباس. كوت نازي فضولي أو متطفل أو حشر يعني. identify يعني يعرف أو يحدد. likely متوقع أو من المحتمل. long awaited ending. long awaited ending يعني نهاية طال انتظارها. long awaited ending يبقى الاكسبريشنز مرة تانية. pirated digital copy. pirated digital copy نسخة رقمية مسروقة. wait with bated breath. wait with bated breath ينتظر بلهفة شديدة. long await long awaited ending. long long awaited ending يعني نهاية طال انتظارها. نهاية طال انتظارها. long awaited ending. بالنسبة عندنا للاديشنال فوكاب كلمات إضافية. لان يعني خط أو ممر أو حارة. لان اللي ان ايه لان خط. في عندنا line يعني خط لكن دي لين ممر أو حارة. route يعني طريق أو مسار. route cost يكلف أو تكلفة. cost. lawyer محامي. lawyer. prison اللي هو سجن. include يشمل أو يتضمن. include. traditional يعني تقليدي طبعا دي صفة. كم كلمة tradition يعني تقاليد أو تقليد. traditions تقاليد. guess يعني يخمن. professional يعني مهني أو محترف. professional. annoying يعني مزعج. actor اللي هو ممثل. joke يعني نكتة. compare يعني يقارن. description يعني وصف. rhyme يعني سجع أو قافية. difference يعني اختلاف أو فرق. display يعني يعرض. display. rescuer 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 يعني منقذ جاء من كلمة rescue يعني ينقذ. rescuer اللي هو المنقذ. freezing يعني متجمد. freezing. product يعني منتج. product. remove يزيل. behave يصدد أو يسلك أو يتصرف. copy يعني ينسخ أو نسخة. copy. position موضع أو مكان. وضع أو مكانة. position. content يعني محتوي. محتوى أو صفة منها. content يعني رأي. الاسم محتوى والصفة رادي. reduce يقلل. reduce. traffic يعني المرور. society community مجتمع. society أو community يعني مجتمع.
contrast اللي هو تناقض، formal يعني رسمي، citizen مواطن، tone اللي هو الطن نفسه، tone tonne tone، obtain يحصل على شيء مساوي get، fan اللي هو معجب أو مشجع، fan وبرضه معناه مروحة، إنه مروحة أو معجب أو مشجع، warning تحذير، qualities خصائص qualities، survey بحث أو دراسة، survey stressed يعني متوتر. عندنا trap يعني فخ أو يحتجز، trap يحتجز أو الفخ نفسه trap أو مصيدة يعني، artistic يعني فني، جمع كلمة artist فنان، artistic يعني عمل فني، consequently بالتالي، consequently بالتالي أو لذلك، point of view point of view وجهة نظر، point of view، volunteer volunteer يعني متطوع أو يتطوع، volunteer، voluntary يعني عمل تطوعي، voluntary work، do voluntary work، do voluntary work يعني يقوم بعمل تطوعي، personality شخصيا، affairs اللي هي شؤون، affairs، common يعني شائع أو عادي، common، placement يعني وضع، placement، proof يثبت أو يبرهن، proof، impression اللي هو انطباع، impression، adjectives موضوعي، content ومحتوى أو رادي، punish يعاقب، recognize يدرك أو يتعرف على، local source مصدر محلي، local source، survey دراسة، do survey يعني يقوم بدراسة، access يعني إذن الدخول، afford يتحمل أو تكلفة، dishonest يعني غير أمين، dishonest، spin يعني يلف حول نفسه، spin، factory يعني مصنع، factory، article مقال أو أداة أو قطعة فنية، article مقال أو أداة أو قطعة فنية، article، share يشارك، بجمع دايما حرف الجر with، share with يشارك مع، manager مدير، stressed يعني متوتر، spread ينشر، permission إذن أو تصريح، permission، formal يعني سابق، up to date جديد أو حديث، wonder يتساءل، celebrity يعني شخصية مشهورة أو شخصية مشهورة، celebrity، exact يوجد أو يعيش أو يبقى حيا، exact، sum يعني مبلغ أو عملية حسابية، sum، staff يعني طاقم عمل، staff، broken يعني مكسور، appear يظهر عكسها طبعا disappear، هنزود الprefix dis dis يبقى يختفي، argue يجادل، طبعا ده بالنسبة لأهم الكلمات. لو جينا نستعرض opposites أو antonyms and synonyms يعني المرادف والantonyms العكس، omission قلنا معناه إهمال أو تقصير، omission طبعا بتساوي في المعنى carelessness يعني إهمال، careless جاي من كلمة careless، carelessness اللي هو الاسم الإهمال، failing يعني الإهمال، هنا الأبزت منها carefulness يعني الاعتناء بالشيء، success النجاح، reduce يقلل، بتساوي decrease يقلل، limit يحد أو يقلل، الأبزت منها increase أو improve، increase يزيد أو improve، voluntary اللي هو تطوعي، بتساوي willing يعني تطوعي، unforced يعني غير مجبر عليه، willing unforced، طبعا الأبزت منها involuntary unwilling forced، unwilling forced يعني طبعا هنا مجبر. في عندنا هنا serious يعني جد أو خطير، serious عكسها dangerous، بتساوي في المعنى dangerous خطير أو tough يعني حاد، dangerous أو tough، الopposite منها طبعا unserious أو safe، unserious يعني غير جد وsafe آمن، encourage يشجع، بتساوي post يدعم، inspire يلهم، promote يرقي، سواء post اللي هو يدعم أو inspire يلهم أو promote يعني يرقي، عكسها discourage يعني لا يشجع، depress يعني يكتئب. بالنسبة لتراديشنال تقليدي، بتساوي conventional يعني تقليدي، customary يعني برضو تقليدي، عكسها unconventional يعني غير تقليدي، modern يعني حديث. بالنسبة لبايز انحياز أو تحامل، بايز المرادف لها intolerance يعني غير متساهل، unfairness يعني غير عادل، unfairness طبعا هنا لأنه متحامل على شخص آخر، الأبزت منها equality التساوي، objectivity يعني طبعا هنا اللي هو الموضوعية، piracy القرصنة،
بتساوي في المعنى theft يعني السرقة، stealing السرقة، robbery اللي هو السطو، سواء theft stealing robbery لأنها noun. طبعا الأوبزيت منها originally originally generality originality 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 أو genuine أو genuine. طبعا هنا genuine اللي هو إيه، طبعا هنا genuine يعني طبعا حقيقي، genuine. cheat غش أو يغش، طبعا بتساوي trick يخدع، deceive برضو معناه يغش، defraud defraud يعني يغش أو يخدع defraud. العكس منها طبعا promote يرقي شخص، طبعا هنا cheat يغش وهنا promote يرقي أو support يدعم. بالنسبة لكم compensate compensate يعوض، compensate بتساوي balance في المعنى يوازن، make up for يعني يعمل لصالح، make up for يعوض شخص يعني make up for. العكس منها lose يخسر ودمج يعني يدمر، lose أو دمج عكس طبعا هنا compensate يعني يعوض. بالنسبة عندنا للتراكيب يعني بالنسبة لحروف الجر الأول، في عندنا on the internet و on the other hand، حرفين حرف الجر on مع internet و on the other hand. بالنسبة ل in my view أو in my point of view من وجهة نظري، in addition بالإضافة إلى، طبعا هنا إضافة in addition. بالنسبة عندنا ل look، look for يبحث عن، look on يتصفح الانترنت، يبقى تصفح الانترنت اسمه إيه؟ look on. أما look for يبحث عن الانترنت بتساوي serve، بتساوي سيرف يعني ايه؟ يعني يفحص الانترنت او يا طبعا هنا طبعا سيرف يعني يبحث عن الانترنت، وهنا هنا سيرف طبعا اللي هو تصفح الانترنت اللي هي بتساوي لوك اون. يبقى عندنا لوك اون سيرف. عندنا برضو go up يعني يزداد، go up و go down يعني ينخفض، يبقى الأعلى go up والأسفل go down يعني ينخفض بالزيادة، go up يعني بالنقصان go down. عندنا find out يعني يكتشف، و run out يعني ينفذ، run out ينفذ. لما أقول لك we will run out of petrol in the future يعني إيه؟ هنستنفذ البترول في المستقبل. angry طبعا هنا عندنا أكتر من حاجة، في عندنا angry وفي عندنا هنا طبعا حروف الجر اللي بتيجي معاها، angry about غاضب بشأن، argue for طبعا يتجادل بشأن، argue for. careful يعني careful about يعني حريص بشأن، careful about careful about يعني حريص بشأن. بالنسبة هنا لبقى حروف الجر، agree with يتفق مع شخص، agree with، argue with يتجادل مع شخص، argue with argue with. في عندنا due to معناه بسبب، بتساوي because. get to يصل إلى مكان بصعوبة، بتساوي هنا reach أو arrive، بس reach at أو arrive at reach من غير حروف جر، لكن arrive at و arrive in. بالنسبة لget to يصل، و close to يعني قريب من، close to قريب من. طب بالنسبة لangry about غاضب، argue about يتجادل بشأن، careful about يعني حريص بشأن. عندنا expressions برضو ناخد بالنا منها، be interested in مهتم، ناخد interested بيجي دايما مع حرف الجر in، be interested in. in my point of view من وجهات نظري، in my point of view. be do to يعني طبعا do to معناها على وشك، be do to، be do to معناها على وشك. online book piracy، online book piracy يعني هنا قرصنة الكتب الإلكترونية، قرصنة لها piracy الكتب الإلكترونية. wait with bated breath، wait with bated breath يعني ينتظر بلهفة شديدة، wait with bated breath كلنا نغمض عيننا ونقولها، wait with bated breath bated breath. long awaited يعني طال انتظاره، long awaited. without a break يعني بدون راحة، without a break. digital version، digital version يعني نسخة رقمية، digital version. give up يعني يقلع. a large a sum of money، a large sum of money يعني كمية كبيرة من المال، a large sum of money. give a reason why، give a reason why يعني يعطي سببا لي، give a reason why.
communicate in يعني يتواصل، بس هنا بيجي وراها اللغة، لكن عارفين communicate بيجي مع حرف الجر، with communicate with بيتجادل أو يتواصل مع شخص، لكن communicate in English in Arabic in French and so on يعني بيجي وراها اللغة. record snow storm عاصفة ثلجية قياسية، record snow storm، record snow storm. keep up to date، keep up to date يعني يبقى محدثا، keep up to date، keep up to date. make every effort، make every effort يعني يبذل أقصى جهد، make every effort. make money from، make money from يعني يكتسب مال، make money from، make money from. عندنا هنا do damage يعني يسبب تلف، ممكن يكون معاه do أو cause، do damage يسبب تلف أو cause damage. عندنا do wrong، do wrong يعني يخطئ، وقلنا give up يعني إيه، يعني طبعا wait with pitted period، long waited، long awaited طال انتظاره، long awaited. without a break بدون راحة، digital version نسخة رقمية، digital version. give up يعني يقلع عن شيء، give up، give up يعني يقلع. بالنسبة عندنا للديريفياتيفز اللي المشتقات، persuade، persuasion، persuasive يعني مقنع، differ يختلف، difference different يعني اختلاف ومختلف، organize organization organized يعني ينظم، منظمة organized منظم كadjective. هنا in danger يعرض للخطر، in danger. هنا danger يعني خطر، هنا dangerous يعني خطير، in danger كفعل ودانجر خطر ودانجرس. solve يعني حل، solve. solution يعني حل، solution. solvent، solvent يعني قابل للحل، solvent. هنا differ يعني يفرق، differ. هنا سوري عندنا occur يحدث، occurrence اللي هو حدوث شيء، occurrence. في عندنا differ يفرق، difference يعني اختلاف، different يعني مختلف، يبقى يفرق شيء، differ كفعل، difference الاختلاف، different اللي هو الصفة المختلف. surprise يندهش، surprised مندهش، surprise طبعا surprise اللي هو الدهشة، وsurprised يعني مندهش طبعا، مندهش ك feeling شعور، وsurprising كسبب اللي هو برضو معناها مدهش. طبعا هنا عندنا definitions للكلمات ممكن نقرأها. ندخل على الجزء الخاص بالأسئلة. طبعا كل التكست ده احنا قرأناه قبل كده في فيديو سابق، ياريت نراجعه لو عايزين نقرأه، وتعالوا مع بعض نشوف الأسئلة بتاعته. بالنسبة ناخد بالنا برضو من notice the difference يعني ناخد بالنا من الاختلاف. headline عناوين الأخبار، headline. staff headline اللي هو عناوين الأخبار، وعندنا deadline اللي هو الموعد النهائي، meet deadline يعني يوفي بالموعد النهائي. staff عاملون أو موظفين، staff. crew طاقم سفينة أو طائرة بنسميه crew. nearly يعني تقريبا، nearly. nearby يعني مجاور أو بالقرب من، nearby، لكن دي nearly معناه تقريبا. accident يعني حادث، incident معناه حادث في مشهد أو فيلم أو مشكلة. cost يعني يكلف أو تكلفة، في عندنا cost نزود حرف الـ A معناه ساحل البحر. hard يعني صعب، hardly معناه يكاد بصعوبة يعني طبعا ده ظرف زمني. persuade يقنع، معناه يقنع شخص بعمل شيء مع إعطاء الأسباب، يقنع شخص بعمل شيء مع إعطاء الأسباب فهو persuade. لكن عندنا convince، convince معناه يقنع شخص أو نفسه بشيء، يقنع شخص آخر أو نفسه، يبقى convince himself يعني يقنع نفسه، يبقى convince مع الشخص نفسه، لكن طبعا هنا persuade لشخص آخر. fortunately لحسن الحظ، عكسها unfortunately لسوء الحظ. examine يفحص شخص أو شيء لكي يصدر رأيه، يفحص شخص أو شيء لكي يصدر رأيه. لكن عندنا check يفحص ليكتشف أنه إذا كان في حالة جيدة، عشان يعرف إن كان في حالة جيدة، ولكن ده لسه بيسأل. publish ينشر كتب مقالات، publish بتساوي عندنا spread، في عندنا spread برضو معناه ينشر، بس دي خاصة بالمقالات والكتب، لكن spread اللي هو المرض أو الأخبار السيئة، ينشر مرض أو أخبار أو إشاعات. عندنا compare with يعني يقارن لتوضيح الاختلاف، compare with يقارن لتوضيح الاختلاف، compare with، لكن compare to يقارن لتوضيح التشابه أو يشبه، يبقى عندنا يشبه
compare to. compare to يعني يقارن، بس عشان يشوف ايه، عشان يشوف عندنا التشابه ما بين الشيئين. لكن عندنا compare with معناها يقارن ليرى الاختلاف. دي التشابه ودي اختلاف، التشابه اللي هي compare to والاختلاف اللي هي compare with. rule يعني يحكم، ورول يعني دور. expert اللي هو خبير، in on as، وعندنا export يعني يصدر الى. في عندنا strict صارم او حازم strict. في عندنا serious يعني جاد او خطير، يبقى strict و serious. عندنا effect اللي معناها اثر او تأثير effect، والفعل منها effect يعني يؤثر على، يؤثر على effect. تعالوا مع بعض نشوف كده الاسئلة. The AIDS virus, virus يعني فيروس AIDS is spread through contact. طبعا هنا is spread، spread يعني اتنشر، نشر المرض ده بنسميه أول ذوبة، طبعا لسه واخدينها حالا. نشر المرض بنسميه ايه؟ spread. spread ينشر مرض أو أخبار أو إشاعة، ينشر مرض أو أخبار أو إشاعات. spread أما ينشر كتب ومقالات بنسميها publish. The press can have a powerful space on. طبعا هنا can have a powerful effect يعني تأثير على. طبعا البريس اللي هي الصحافة لها تأثير قوي على مين؟ على الناس. In what way does the sun، في أي طريق does the sun affect other planets. affect يعني بتؤثر على أو يتأثر بي أو بتتأثر بي. People or poor people suffer from the high cost of living. الناس الفقيرة بتعاني من ارتفاع ارتفاع تكاليف المعيشة. طبعا تكاليف المعيشة اللي هي cost COST. It has been spent 3 months since my last haircut. It has been nearly 3 months يعني تقريبا، nearly تقريبا، لكن nearby معناه بالقرب من. The story was sized يعني القصة حجمت. The story was sized يعني حجمت on by the tabloid press مع الصحيفة الشعبية الصغيرة press who printed it under huge اللي كتبها under huge online ولا bitlines ولا deadlines ولا headline. طبعا هنا headlines. القصة was sized يعني حجمت on by the tabloid press طبعا الصحيفة الشعبية الصغيرة، يبقى هنا هيدلاين اللي هو العنوان اللي وضع. This piece I was ripped off my gold which was night what you last night. هنا unfortunately يعني لسوء الحظ، لسوء الحظ. I was robbed يعني انا طبعا هنا I was robbed of my gold watch يعني انسطع على ساعتي الذهبية. The aircraft carries a space of 7. طبعا الايركرافت اللي هي بتساوي كلمة plane يعني طائرة، يبقى ايه؟ crew، بتحمل 7 من طاقم الطائرة. The country is now facing a space political serious أو crisis. The country is now facing a serious political serious يعني خطير، serious political crisis. Space in the field of child psychology warn of the dangers of the social media. طبعا اللي بيحذروا الناس اللي هو مين؟ experts، خبراء. experts in the field في مجال psychological of child أو child psychology يعني علم النفس الخاص بالأطفال. Under this space only 4 members on the club are entitled to vote. Under this rule، under this rule يعني تحت هذه القاعدة، القاعدة دي only 4 فمكتوب 4 فقط يرشح، يبقى rule يعني قاعدة. rule a space is the position that someone has in a situation or activity. طبعا هنا الشخص بيتحط في موقف في موضوع او في سواء البوزيشن مكان او الشخص has in a situation في موقف or activity نشاط. طبعا role يعني دور. he compared our world stage. طبعا هنا he compared our world with a stage. compare طبعا compare to ليوضح التشابه، اما compare عشان يوضح الاختلاف. compare with، compare with للاختلاف طبعا، يقارن ليظهر الاختلاف، اما يقارن ليظهر التشابه ما بينهم. فبقول لك he compared our world بيقارن ما بين العالم والستيج اللي هو with a stage للمرحلة. وطبعا هنا
with عشان يوضح الاختلاف ما بينهم ال world وال stage، أو الاختلاف أو يبقى هنا هي compared our world to a stage، يعني عشان يشبه يعني بيقارن العالم بالستيج اللي هو الخشبة المسرح، يبقى هنا to a stage عشان يوضح لي التشابه ما بينهم. برضو عندنا مجموعة من study vocab على ال unit 1، في بالنسبة ل cause و reason، ولكن إن شاء الله نخليهم أو نجعلهم في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.